مشاعر الخوف والقلق باتت تسيطر على واقع السكان في خربة سوسيا إلى الجنوب من الخليل إثر التهديدات الإسرائيلية المستمرة بترحيلهم عن المكان ضمن مخطط يهدف للسيطرة على المنطقة وزرع المستوطنات فيها. السكان هنا يفتقدون أبسط مقومات الحياة، فلا تتوفر لهم خطوط المياه أو الكهرباء، إلى جانب حرمانهم من البناء. احنا بنعاني يعني زينا زي أي ناس في الشعب الفلسطيني، بنعاني من الاحتلال، بنعاني من المستوطنين، بنعاني من مصادرة أراضي، بنعاني من الأمن، فيش الأمن يعني ابننا انطلع بعد 200 متر فيش الأمان. يعني هنا احنا ساكنين بسوسية، يعني احنا بنبقى في الليل نايمين وبيجي اليهود بيجوا وبيحرقوا بيوت، والولاد بيخافوا وبيجوا يعملوا يعني تفتيشات، يعني الأطفال برتعبوا كثير، وبعد المرار يعني بيجوا كثير هنا بصوموا مظاهرات وبطلقوا قنابل غاز. بسامحني أنا نبني، ممنوع نبني، يعني لا سامحنا نبني، وهاي الكهرباء وهاي المي بتمرق مع أرضنا كلها، ممنوع نشرب مي ولا كهرباء منهم. الهجمات كانت بهدم البناء اللي هن خيم أصلا البنيان بحجة عدم الترخيص، فيوم نتقدم إحنا للترخيص نتقدم منهم للترخيص إن إحنا بدنا نرخص، فبقولونا بدك أمور بصعب الأمور علينا، يعني بكون مبررات عندهم مبررات كثيرة عديدة. يعني إحدى المبررات إنه قال حظيرة الأغنام قريبة للسكن، الجماعة يعني خايفين على صحتنا بدهم يعطونا ترخيص. هيك بدهم يقول لك يعني انتوا قرية مش فيها بنية تحتية مش معترف فيها، شو اللي مانع اللي يعترف؟ ما هو الاحتلال مانع البنية التحتية، الاحتلال مانعنا لنسوي مشاريع، الاحتلال مانعنا لنبني. الظروف القاسية التي يعايشها السكان تزداد حدتها مع قرب حلول فصل الشتاء، فمآويهم لا تقي حرا ولا بردا، وأمنيتهم الوحيدة العيش بأمان واستقرار. يعني نفلشت أنا منزل المطر إنه في الأطفال والكبرين في العمر إنهم مثلا ما بتحمل إنه هاي الخيام مع الهواء بتتمزق. حياة مأساوية، يعني مش ممكن إنسان يرضى بهاي العيشة ولا بهذه الحياة اللي عايشينها في الخيام، وخصوصا في فصل الشتاء. فصل الشتاء القارس اللي جاينا يعني بكون شدة الرياح وبكون يعني عدة مرات يعني الهواء رياح يوب بمزع الشادر عن الخيمة، بتظل بلا شادر، بتظل في العراء انت وولادك، فهي حياة يعني ما حداش بيعيشها، بس احنا مجبورين إلها لكي نحمي وطننا وأرضنا وقريتنا. ما فيش شبكة مي أو إن الكهرباء هذه، إنها مثلا إحنا حاليا إنها بتقطع عنا من الصبح لحد الظهر، لمنها الشمس تعبي البطاريات الخلايا لمنها تيجي، إنه الثلاجات يعني ما بكون شغلات وهيك شغلات، فيعني المعاناة إنه ما فيش مخطط، لو يمنحونا مخطط هيكلي إنه نقدر نقاوم المعاناة. هي السلطة الوطنية الفلسطينية قد ما صحنا لهم وصحنا وقلنا بدنا مية لحتى الآن مش سامعين إنا ولا جايبين إنا مية ولا مطلعين إنا بربع عين عشان المية. طلبتنا أنا كتبت عدة كتب ووزعته إنه الخيام اليوم أنت بتعرف جاينا فصل الشتاء، والخيام الأغطية اللي عليها قديمة، والمواطن يعني ربنا حكم عليه سكنه في خيمة كل سنة بده يشتري شادر ويحطه على الخيمة، لأنه الله حكم عليه، ربنا حكم عليه مشان يحمي الأرض، اللي بطلقوا علينا حراس الأرض، فالمفروض منهم إنه السلطة الوطنية أو المؤسسات أو أي بني آدم معني في هاي الأمور إنه يدعمونا بغطيات نغطي الخيام. إحنا عايشين وبنظلنا صامدين هين، وإن شاء الله إنه قدمنا المخطط هيكلي إن شاء الله بمنحونا إياه وبنعيش أحسن عيش. وطالبين يعني منهم ما يهدوش البيوت، خلونا يعني العيش زي باقي العالم، زي طلع كيف المستوطنات تناك عايشين العيش زيهم، يعني عيشة راقية كويسة.